السلام عليكم. عليكم السلام خويا. خويا انتوما كأب انا شفت معاك دابا الأسرة ديالك، الله يخليها لك، معاك الأسرة ديالك دابا، تبعتوا معنا القضية ديال ريان. تبعنا خويا. أشنو يمكن لك تقول أنت كبيضاوي، أشنو يمكن لك تقول على هاد القضية هادي؟ خويا أنا كبيضاوي بقى فيا الدراري بزاف بزاف بزاف، هما كانش يجبدوه بأسرع وقت، لأني هو غارق بزاف والناس دارت الإمكانيات ديالها. وربي ما جابش الله التيسير ونطلبوا ليه المغفرة، خاصو الوطاط دار المجهود ديالها وكلشي دار المجهود ديالها، نتعطلوا عليه بزاف ربع أيام ما عرفتش شحال أخويا هو بقى على الأرض ديال بقى البير 32 متر، ما لقاوش ليه الجهد ديالو ومكتابة ليه، ما عند بنادم ما يدير خويا، هذا هو اللي غادي نقولوا له. السلطات المحلية من هذه ناخذوا عبرة، كاع وليدنا هذا كاع بقى فينا، حنا كاع ما نعسناش كاع خويا. انا متبعين، انا دابا مريح في الجرده وجبدت ولي الماء بقى فيا بحالاش، بقيت كنبكي وبغى الله حبوا الله ملائكه حبته بغى الله، دابا ان شاء الله نتلاقاو معاك. قلتوا لي يلا كنتوا انت والعائله ديالك كنتوا جابدين هاد الوليد ياك، وكنشوف عينك مدمعين. وي خويا بقى فينا بحالاش بحال ولدي كنشوف فيه والله. يعني انت كلكم متاثرين؟ متاثر بزاف انا كاع خويا بقى فيا الحمد لله. شوف اللي كنشوف فيه متكي على وجهه وما كاينش اللي عتقو خفية بزاف، كنجبدو كل لحظة. يعني أنت تخيلتي راسك كأب؟ كأب كولدي كنشوف فيها. تخيلتي كولدي؟ عشان أنا نمشي كاع في ديك اللحظة وليني الغرب. دموعك غالية علينا بزاف. بارك الله فيك خويا. دموعك غالية علينا بزاف. وكما قلتي هذا ولد المغاربة كاملين ضاع عليهم. المغاربة كاملين قاعد عنا فيها خويا الصراحة. ما كرهناش يا خويا حيوان اللي الله بغاه. الحمد لله الحمد لله. دموعك غالية تتكادرك على المغاربة، وهذه بطبيعة الحال هذه هي الإنسانية، وهذا هو المغربي. المغربي هو هذا، هو كيبكي البكا ديال خوه وكيفرح الفرح ديال خوه. خويا خويا خونا هذاك ولدنا هذاك، والبركة في والديه، بركة في راسهم، العائلة ديالو، نطلبوا ليه المغفرة خويا. هذا هو بقى فينا وكنجبدوا كل ساعة كل لحظة، ما بقيتش كاع كنبغي كنسبوه ونشوفوه. الحمد لله الحمد لله بغى الله بعد ما ندير. الحمد لله شكرا لك شكرا لك. كنشكروك. هذوك الدموع اللي خرجوا دابا الحمد لله، هذوك دموع ديال 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 الخوت ديال المغاربه. انا بزاف خويا الصراحه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كرهناش لي. شكرا شكرا شكرا. الله يرحمه خويا الله يرحمه. شكرا شكرا. اذا مشاهدينا الاوفياء، مشاهدين مغارب نيوز، كما تبعتوا معنا وكما سمعتوا معنا، كانت هذه شهاده حيه ديال واحد الاب من الاباء ديال البيضاويين. طبيعه الحال الكل متاثر من اجل ريان. كنتمناو ان الطفل هذا يخرج على قيد حياته، ولكن قدر الله وما شاء فعل. شكرا. اذا عائله كما سمعتوا معنا على لسان عائله، قدر الله وما شاء فعل. الله سبحانه وتعالى حبه واصطفاه لعنده، فاكيد ما يمكن لنا الا نرضاو بقضاء الله والقدر ديالو. فابقوا معنا، غادي نستقيو اراء اخرى حول قضية الطفل ريان رحمه الله، ومن هذه المبادرات أخرى تعازينا حارة لكل عائلة ريان، العائلة الكبيرة والصغيرة. الآن ريان ما بقاش عنده غير عائلة واحدة، فأصبحت عنده عائلة كبيرة. ما تعرفش تصريح خويا قبل معنا أحد الأشخاص اللي كذلك هو بيضاوي من ذوي احتياجات خاصة، اللي غادي يحاول يعطينا الرأي ديالو في قضية ريان. السلام عليكم. وعليكم السلام خويا. خويا تبعتوا قضية الطفل ريان؟ أكيد، راه ماشي قضية ريان ولات قضيتنا كاملين كمغاربة كمسلمين الدرجة الأولى. يعني هذه راه ماشي كيف ما كنقولوا، ماشي مصاب ديال العائلة ديالو، مصاب لجميع المغاربة، لأن ما كاينش شي واحد ما تبعش الأحداث ديال قصة ريان ولا كيف ما كنقولوا الصعاب اللي كانت مرت منها. وإرادة الله كانت فوق من كل شيء، لأن الله عز وجل أحن به منا كاملين، أرحم به منا كاملين، لأننا حنا تعاطفنا وبغيناه يعيش وبغيناه يرجع للأهل ديالو، ولكن الله عز وجل أعز منا كاملين. كيفاش شفتوا ذاك التضامن وذاك التآزر وذاك التلاحم ديال العرب وديال المغاربة وديال العالم؟ كيفاش شفتوه أنتم كبيضاويين؟ وهي النظرة ديالو كمسلمين بالدرجة الأولى، لأن هذا هو الأصح، أن خاصنا نكونوا جسد واحد، نحسوا ببعضياتنا، كيف ما كنقولوا يكون كيف ما كنقولوا لك المشكل عند واحد، يعني راه عندنا كاملين، نحاولوا نكونوا مع بعضياتنا باللي كان بالدعاء
اي وسيله قدرنا بها قدرنا نكونوا بها راه خاصنا نكونوا، راه هذا هو مبدا الاسلام والقاعده الصحيحه ديالنا كمسلمين والمبدا الصحيح ديالنا كمسلمين. ريان بعثوا الله لنا رساله، قصه ريان كانت رساله لنا كاملين لتصحيح المفاهيم ديالنا في الحياه، تصحيح النظره ديالنا للحياه، باننا كيف ما كنقولوا عظمه الله فوق من كل شيء. تعاود تراجع حساباتك مع الله عز وجل، تعاود تشوف حياتك كيفاش دايره مع الله عز وجل، علاقتك به بمعنى اصح بالله عز وجل. هذه كلها كانت كتلخص في قصه ريان، كانت دروس، كانت دروس لنا وعبر، لان كانت كيف ما كانوا ما جابت الحاجه اللي كتفيق الضمائر، ان جعلوا الله سبب احياء القلوب، الصحوه ديال الانسانيه مره اخرى. نعم، يعني الصحوه الانسانيه اللي افتقدناها، اللي كنا كنقولوا بدايه الموت ديالها، ولكن الحمد لله. اش نقول لك؟ ما غنقولوش رب ضاره، لان هذا قدر الله، قدر الله عز وجل، لان كيف ما كنقولوا لعله خير، اي حاجه الله عز وجل كيحدثها فيها خير للبشريه. كان خير لهذه القريه تعرف، كان خير لهاد الناس المهمشين تعاود النظره لهم، العشوائيه تحيد، شحال من حاجه كانت فيها خير. رغم ان المصاب اكبر من اي حاجه ما كيتعوضش، لان يكون ولدك كيلعب حتى تلقاه طايح في واحد الحاجه اللي هي غامضه وما معروفش المصير ديالو. كنا حنايا كيف ما كنقولوا راهينين الاخبار والمستجدات، كاين ناس سامحهم الله عيب كل عيب، تسترزقوا بويلات الناس وبمصائبهم. كاين اللي عنده قناه ديال اليوتيوب جا غير باش يتعرف القناه ديالو، كاين اللي دار بغى يدير البوز انا نزل نعتقو، راه هادشي ما فيهش البوز، ما فيهش واحد فينا احسن من الاخر، لان اراده الله فوق من كل شيء. بينات لنا المعدن النفيس للاسلام والمسلمين هو هذا، خاص التاخي ونكونوا جسد واحد، نحيدوا البغضاء بيناتنا، نبغيو الخير لبعضياتنا، نبغيو بعضياتنا بالصح. ما نتمنى ما يكونش هذه غير مرحله وعابره من الانسانيه تبقى مستمده ونتخذوها كعبره لطيله حياتنا الى ان يرث الله الارض ومن عليها. الله يرحم ريان، هذا الشيء اللي غادي نقدروا عليه، الله يرحمه ويرحمه، لانه ويصبر والديه ويربط على قلوبهم ويجعل هذه المصيبه تكون مغفره الذنوب لهم، وتكون كيف ما كنقولوا متغير الحياه بالنسبه لهم ولينا كاملين، لان هي قاصنا كاملين هذه القصه، ما قاصتش غير عائله ريان، لان القريب والبعيد من جميع انحاء العالم حس بها. ناس مختلف الديانات، مختلف المناهج، ولكن في الاساس رساله للمسلمين باش تعاود حساباتك مع الله عز وجل، تعاود علاقتك مع الله عز وجل، النظر فيها ونبقاو مع بعضياتنا، لان هذا هو المبدا الصحيح، نبقاو جسد واحد، لان لكنا مع بعضياتنا جسد واحد، ما عمر حتى شي حاجه غادي تقيسنا او لا تأذينا ولا تأثر فينا ولا تهدمنا. السلام عليكم. اختي انتوما كبيضاويين ربما تبعتوا معنا قضيه الطفل ريان، راي يعني قضيه راي دولي، انتوما شنو؟ لينا بغي نخرج يعني حي، ما بغيناش يخرج ميت بالعنا بزاف. وعشتوا عشتوا اللحظات ديال ذاك الوليد؟ عشنا ذوك اللحظات، ولكن اللحظات زعما بغينا بقى حي، فهمتيني؟ ولكن فاش سمعنا بانها مات بقى فينا الحال بزاف. الله يحسن عوان عائلته، كنتمنى تعزيه حاره للمو والبا ولعائلته، صراحه راه كلشي بقى فيه ماشي غير مو وبا. يعني انتم تبعتوا القضيه ديال الطفل هذا اربع ايام وانتم تبعينها؟ تبعينها. كيفاش الاحاسيس ديالك، كيفاش كانت الاحاسيس ديالكم خلال هذه اربع ايام هذه؟ الاحاسيس صعيبه. الاحاسيس ديالنا صعيبه ومؤلمه. كنتوا على الاعصاب ديالكم؟ على الاعصاب ديالنا. كنتمنى صراحه. شنو رسالتك للام والاب ديال ريان؟ كنتمنى انا بالنسبه لي انا تعزيه حاره ليهم، والله يعطيهم الصبر، واش غنقول لك؟ لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. اذا شكرا شكرا شكرا. هذه كانت انتوما كبيضاويين اشنو شنو شنو؟ احنا كبيضاويين ما نكذبش عليك والله تا انايا بعدا انا عبد الله قلت انا والزوجه ديالي شادين نشوف التي في شي ثلاث ايام ولا اربع ايام، وما تنعسوش كل نهار هكا كنتكاو كنوضو خصنا نسمعوا اش دايره، كنتكاو كنوضو خصنا نسمعوا اش نديروا، حتى الخدمه والله ما كنبقينا كنمشيو الخدمه والله اخويا كنمشيو الخدمه حالين عينينا والله اللي شانو عادي مع قبل داك يعني وليتو مهووسين بقضيه ريان. مهووسين اصاحبي لدرجه ان حتى التلفازه ما كتطفاش ليل ونهار. التلفازه ما كتطفاش اخويا ليل ونهار مصطفى. ما كتطفاش على حسب داك الدري مسكين لحقاش شي هادي راه. ملي سمعتوا الموت ديالو اشنو؟ ما نكذبش عليك راه متنا ومرضنا، بكينا ومرضنا، سمعنا الموت ديالو. كنتو كتمناو يخرج حي؟
هذاك هذاك الشيء كامل، هذاك هو اللي كنا حنا كانوا المغاربه كاملين كانوا فرحان وكان العالم كامل بان بان ريان غيخرج حي. سبحان الله العظيم، وهذاك الشيء ما شاء الله ما قدر الله، قدر الله ما شاء فعل. الله حبو وجعل فيه الخير ويجعل فيه الخير شاف والديه، والله حبو سبحانه وتعالى. اذا رسالتك للاب والام ديال ريان. رسالتي للاب والام ديال ريان بانهم خصهم يفتخروا بهذا الابن ديالهم، ويفتخروا بهذ الناس اللي دعات معاه، دعا معاه العالم كامل دعا معاه الحمد لله والشكر لله، ويفتخروا بزاف بهذا الشيء اللي طرا. لحقاش هذا الشيء طرا؟ لحقاش هذا الشيء طرا؟ ان شاء الله غيكون فيه خير اللي هو اللي مات الله يرحمه، والوالديه وفي ذاك الدوار ان شاء الله. باذن الله. شكرا 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 لك.